يا نعم يصعب علي يا ما تتباع. حازي يا جعر من ناكلوه، عارفين اللي مش هيدفع القتاوي يا بلد فراخ راح عن تفريشه بيدي. طب مش دافع، تعال الواد يا صدري انجر وادفع القتاوي وتتفرج على العفريت. لا ما عايزش اتفرج على العفريت. والله يطلع لك ريش يا ابن فريخي. طب ايه رايك باقي ان الغوله هتبوسك من حانك فرنشي كيس؟ لا الحاجات دي عيب وحرام. بس يا واد يا صميضه كفايه فرج على الافلام. اسمعوا يا بلد، اوامر منظور بيه ان كل البلد لازم تتفرج على العفاريت غصب عنيها، واللي مش هيتفرج على العفاريت هنرميه للوطويه وهتتسمي بهايمه. ايه. وهتتحرق ارضه. ايوه. وهيتحلق شنبه. ايه. ويبقى كيف النسوين. سامع يا صميضة؟ لا مش سامع. بس يا ود وخدوا من الخبر ده. ما بلاش الخبر ده. بس يا عطية اللي توا من هنا ورايح هتبقى جطاج طاجين. ايه الجبروت ده؟ ايه ده؟ وسع يا ويل بندور به وصل. حلو يا ده ابراهيم الولع خبريه مالكم؟ عاملين زيت وزنبليطة ليه على الفاضي؟ في ايه؟ قلنا لهم اللي توا زادت الطاقطاقين هاجوا ماجوا. هاجوا ماجوا وانتوا واقفين وهم هاجوا ماجوا؟ طب معلش احنا متاسفين يا جماعه اللي قالوا الراجل اللي بيقول هاجوا ماجوا ده، الطاق مش طاقين، عشان خاطركم الطاق 40 طاق. ليه؟ ونجيب منين يا مندور بيه؟ ده احنا غلابه ما حلتناش اللضا. ان شاء الله عندكم ما جبتم ولا شفتوا العيشه وتموتهم. أنا ما بكرهش إلا اللي زيك الغلابة اللي يقولوا إحنا غلابة دول. أنا مالي ده جزاتي اللي مخليكم عايشين في أرضي وأرض أبويا وجدي، ومش كده وبس عامل لكم ملاهي وبتتفشخروا في البلاد اللي حدانا. عندنا ملاهي هلم كل مليم دفعته يا بلد. قلت يا صميد؟ لا أنت بتبرق لي يا صميدة. أيوه يا صميدة بيبرق لي. طب يا صميدة انا هخليهم يفرجوك على حاجه عمرك لا انت ولا اهلك شفتوها. على ايه؟ هتشوف دلوقتي. فرجوه. ايه يا سميدة انبسطت؟ قول لناسك واهلك شفت ايه جوه يا سميدة. ما قدرش يا تقول شفت ايه جوه. بيقعد على يدي زي ما قلت. اسمعوا اي واحد فيكم ممكن يدخل المكان ده مكان صميدة وهيشوف اللي عمره ما شافه. كملوا عليه ادخل صميدة. حرام كفاية حرام كفاية حرام كفاية حرام كفاية. مين فيكم مش هيدفع القتاوة؟ وربنا لبور. ومن فيكم يا اهل البلد مش ناوي يدفع القتاوة؟ انا مش هدفع القتاوة. يا ساتر يا رب ايه الاحجام دي؟ انت من فين يا بلدينا؟ شكلك غريب على البلد، لان مفيش مخلوق في البلد دي يقدر يوقف يقول لك الكلمة دي. انت منين؟ انا من مطاريد الجبل واخر مطرود في الجبل فيه، ونازل عشان اشوف الغولة والعفاريت. ده انت هتشوف الغوله وام الغوله كمان وببلاش. احنا عنينا رجاله الجبل والجايين من الجبل. تعال يا حلو تعال هتشوف الغوله. اوقف هنا. اوقف هنا؟ اوقف هنا انا فرجيك الغوله. لا انا اشوف. اوقف عايز تشوف الغوله؟ ها انا فرجيك الغوله. ورهاني اهدي. حلوه الغوله؟ اهدي خلاص يا خدور حاج علي. لا استنى لسه فيها حته. انا ابني عايزها دي. أمي عايزها دي. وتوقف تقول لي قدام الناس مش هدفع القتاوة؟ أنت مش تدفع حاجة خالص. خلاص آخر حاجة هتدفع حاجة. يا نهار أسود يا نهار أسود كفاية. أنا من رجالتك يا منظور بيه. استحملني فاضل أربعة نخلصهم وخلاص. يا كتير. كفاية كفاية الخنجر هيضرب في كرشي. مين البيت دي؟
بنت الحج ابراهيم الحلاق كبرت وحلوت نجيبها لك ملكوش صالح شوف الولية كانت عفين خليها تجيبها على المضيفة خليها تقلعها الاسود ده وتظبطها وتحط لها مكياج يا راحت فيه والله ونولت اللي ببالك يا مندور يا ابو الدهب وعملت ملاهي الشيطان ونفذت وصية ابوك الله يرحمك ابوي ويحسن اليك انت اللي زرعت في قلبي الشر والقسوة ولغيت من حياتي حاجة اسمها شفقة ولا رحمة مش هنسى يا ابوي اول ما وعيت على الدنيا شفتك وانت بتقتل امي وامي بتقتلك ودخلت عمتي قتلتكم انتوا الاثنين ودخل جدي خلص عليكم كلكم رضعت منكم الشر ربنا يبارك فيكم وفي سيرتكم العطرة اول مرة قتلت فيها كان عندي 12 سنة واول مرة اغتصبت فيها كان عندي 12 سنة واول يوم حركت في غطان للغلابة كان عندي 12 سنة بس كان نفسي ربنا يكملها بمترين ثلاثة طول عشان الهبة تكمل لكن بعون الله أنا عوضها بالرعب للخلايق اللي بيقولوا عليهم غلابة دول عايزين الحرق يا رب يا رب زودني شر وقوه